سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة في كيف نجمع بين نغمتين إحداهما حزينة والأخرى فرحة، ونستعملها ونطوعها لخدمة كتاب الله. هيا بنا نفتح المصاحف بدءا من سورة الزمر، الآية وسيقى الذين كفروا الواحدة والسبعون من الجزء الرابع والعشرون. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. نقرأ على الترتيل. نغمة الحزن نغمة حزينة، وفي أغلب التلاوات العراقية يستعملون هذه النغمة. طبعا أنا يشرفني أن أقرأ بالطريقة العراقية، ولكن هذه يعني ليست يعني تكاد تكون في طريقها إلى الانعدام، أن العراق مليئة بالقراء وما إلى غير ذلك، ولكنهم طبعا أغلبيتهم يقرؤون على المدارس الحديثة أمثال الشيخ الشحات والليثي. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. هكذا انتقال الحال من أهل وصف حال النار إلى وصف حال الجنة، أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم من سكانها، اللهم آمين يا رب. ننتقل إلى نغمة النهاوند. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي
بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هكذا جمعنا بين نغمتين، واحدة حزينة والأخرى فرحة، فالأولى تسمى الصبا والثانية تسمى مقام النهوند. وإلى الملتقى في حلقة أخرى، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. كان معكم سمير محمد عبد الغني.